فمثلا الدعوة جماعة الفساد، دعوة فساد وإفساد، ما هنا جماعة جهاد. إذا وجد جماعة جهاد فالتزم ولتجاهد أمريكا ولتجاهد إسرائيل، لا يجاهدون المسلمين ولا يجاهدون أيضا حكام المسلمين، فإنها ستكون سببا لسفك دماء المسلمين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.